الله يمسيكم بالخير جميعا. صوت واضح يا كيميائيين. وليش صوتك؟ وين بقية العربان هذول الكيميائيين الجدد طلاب السنة الثالثة هذول الماخذين 311؟ اشتغلوا مع فرق التقصي يعني؟ ما بعرف شو هالعزوف هذا. Anyways انا من عندك ايش؟ اتوقع من المايك او السماعات. في صوت وش من عندك؟ انا بوشش، انا مش بوش، مش من عندي الوشه. طيب نشوف هلا شو رايك، بعد في وش؟ لا راح دكتور. اوكي انا وصلت المحاضرة الماضية، انا حكيت عن هاي السلايد. يعني حليت هذا السؤال، وإذا بتتذكروا المرة الماضية لما حكينا عن هذا، بذكرني شو اسمه التفاعل إذا أنكم متذكرين، اللي هو مايكل أديشن، مش هيك؟ قلنا لك مايكل أديشن بده conjugated system، تمام؟ يعني عندك double bond conjugated لألديهايد أو كيتون، وبدك double stabilize enolate. لاحظ في هذا السؤال بعد ما حليناه، أنا وصلت لهون لما حكيت لكم هذا الإنوليت إيش؟ is not stabilized by resonance، يعني is not double stabilized، وهذا السينثيسيس بكون inefficient. يعني أنا حكيت عنه المرة الماضية وركزت على كلمة inefficient، هذا للطلاب اللي بيتابعوا. فإذا بدك تحضر أنت هذا المركب، أوكي، inefficient way you have to go through enamine procedure، يعني تكون enamine، أوكي، وهذا الenamine نضيفه على الconjugate system. أنا وصلت لهون بالضبط، يعني هذا الشيء اللي أنا بذكره. فانتبه لما بنسألك عن مايكل أديشن لا سمح الله، لازم تعرف انه two components، اوكي، لمايكل أديشن اوكي reaction you have to have double stabilized enolate، يعني enolate او خلينا نسميها negatively charged carbon between two electron withdrawing groups، هون بكون efficient synthesis. اما اذا كان عندك مش double stabilized بكون synthesis inefficient، فبدك تروح على الإنامين بروسيجر. وإذا بتطلعوا يعني النوتس هايلي أورجانيزد، وأنا مش عارف للأمانة، يعني أنا هذول هكلان همهم الطلاب اللي معطين الكورس طناش، يعني لازم يعرف أوكي إنه ونش أمانة عمان مش راح يسحبوا بهذا الكورس، حتى لو ظل الامتحان أونلاين، أوكي؟ يعني اللي مش فاهم ومش بتابع، أوكي؟ يعني أنا بعرفش، فهذه مصيبة. أنا قالوا ما في الواحد يعني بيستفيد من هاي المحاضرة، يعني 15% 20%، يعني بعلق إشي بدماغه. وهاي النوعية من الطلاب للأمانة إحنا عمانا منخرجها من الجامعة، إحنا وغيرينا، أوكي؟ وبيطلعوا يستلموا جيل يدرسوا، جيل يدرسوا. فشو بتتوقع هذا الـ يعني هذا الجيل كيف بده يطلع؟ anyways فلكل مجتهد نصيب. وأنا عامل على فكرة، يعني عامل orientation على الطلاب اللي بيحضروا، وكمان بس الأسئلة يعني بعطي عليها علامات، بخلي الطلاب اللي بيحضروا إنهم يستفيدوا، واللي ما بيحضروش لو بجيب AG كوري يجلس بداله بالامتحان مش رايح ينجح. لو بحط اي جي كوري مكانه وبعطيه الباسورد مش رايح ينجح. anyways اخر تفاعل بهذا الشابتر، و this is my favorite reaction، ويعني يعني الطالب لازم يعرف من اين تؤكل الكتف، اوكي؟ يعني this is one of my favorite reaction، اوكي، روبنسون annulation، بعضهم بيقراوها annulation، اوكي، هي روبنسون
annulation. والمشكلة بهذا الشابتر هي عندك أسماء يعني named reaction. أوكي فبدك تنتبه. هلأ كلمة روبنسون أوكي هذا بتعرفوه مين روبنسون مش هيك؟ روبنسون اسم شخص. أنا اللي بهمني شو معنى هاي annulation. أوكي هذا واحد من التفاعلات اللي من خلاله بتقدر تكون 6 member ring. يعني روبنسون annulation الاوتكم تاعته you are forming a 6 member ring اللي هي cyclohexane ring. طيب كيف بدنا نعمل اوكي او نمشي حسب روبنسون reaction؟ هذا بيحكي لك روبنسون my reaction consists of two steps. خطوتين حتى كون أنا six member ring. Step number one, okay, you have to do Michael addition. Now what is Michael addition? Michael addition, you have to add double stabilized enolate to conjugate system. هي step number one. وخلينا نرسم خريطة الكنز. هاي هي step number one. بتكون هون enolate وهذا الenolate بكون double stabilized لأنه between two carbonyls بضيفه على البيتا كاربون زي ما بتتذكروا من المرة الماضية فبتكون هذا system. So this is step number one. Step number two is intramolecular aldol condensation. Now intramolecular means you are forming a ring. هذا الشيء اللي أنا حكيته قبل فترة. وكلكم تعرفوا aldol condensation معناته Michael addition product followed by aldol condensation بين قوسين intramolecular. لاحظ هذا السيستم إذا إحنا هذا السيستم الكل يطلع عليه هذا البرودكت اللي عليه البوينتر إذا بضيف عليه الصوديوم هيدروكسيد أوكي بتسكر يعني أنت you are forming a new ring. أيات ها هاي الرينج الجديد اللي احنا كونناه صح؟ اللي احنا حكينا عنها 6 member ring. طيب طلعوا على الميكانيزم واللي عنده أي سؤال يسأل. انتوا طلاب سنة ثالثة وأنا أسهبت في هذا الشابتر للأمانة يعني لأنه بعرف أنه يعني misleading وفي شوية difficulty فلهذا السبب يعني أنا طولت بالي عليكم شوي بهذا الشابتر. هذا الخطوة الأولى مايكل أديشن أوكي مش بتعمل دبل استيبلايز إنوليت هذا الإنوليت أتاك البيتا كاربون بتكون هذا السيستم اللي عندك شاي هي مايكل أديشن اللي تعلمناه المرة الماضية. نيجي للخطوة الثانية كيف بصير عندي انتروموليكولر أوكي طلعوا على هذا السلايد تيك يور تايم أوكي إذا عندك أي سؤال اسأل. يعني احنا اذا الامتحان ستي احنا دائما هيك بنفكر اذا الامتحان ستي انتبه عندي لهون يعني ستي اونلاين يعني مش راح يكون عندك اكتب ميكانيزم لهذا التفاعل. يعني متى بتكون الامور مصيبه؟ مصيبه اذا بكون الامتحان زي ما بيحكوا يعني ديسكورد يعني امتحان داخل حرم الجامعه هون مصيبه. يعني اذا بطلب منك ميكانيزم يو هاف تو يعني رايت ديتيلد ميكانيزم. أما إذا كان الامتحان وظل أونلاين فإحنا بنسألك عن specific step بالميكانيزم وأعتقد يعني حركنا كثير أسهم بهذا الـ 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 بهذا الشابتر. طيب بما أنه ما فيش حد عنده أي سؤال أوكي نشوف كيف نحضر هذا المركب via Robinson annulation. في حد بيكو يتبرع خلينا نعطيه علامتين ثلاث علامات بونص كيف بدك تحضر هذا المركب اوكي باستخدام روبنسون انوليشن. ولا حد دكتور مش اشي سهل. لا لا يا بنتي الـ 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 الواحد بيجرب بيخربط فهمتي علي يعني هي ما بتيجي معه من أول مرة.
هلا اذا انت بدك تصيري شاطره بالسينثيسيس اوكي يو هاف تو دو براكتس صح ولا لا؟ طيب يعني هو طيب تسألك سؤال يعني أنا كيف بدي أفكر بحل هذا السؤال صح؟ هو معطيني هذا المركب أوكي اللي أكبر من عوكش بقولي كيف أنت بدك تحضره باستخدام روبنسون بروسيجر. طيب شو هو روبنسون بروسيجر؟ مايكل أديشن وال يعني بدك ترجع رجوع انت بدك عندي لهون هون بدك ترجع رجوع يعني احنا بدنا نرجع بهذا المركب هذا المركب لنرجع فيه رجوع صح بدنا نرجع فيه رجوع لمين للرياكتنس يعني بدك ترجع على تو ستيبس صح هلا بترجع للخطوه الثانيه الخطوه الثانيه اللي هي انتراموليكولار الدول صح بدك تعرف وين صار الانتراموليكولار ايش رياكشن وبعدين ترجع لمايكل اديشن يعني ما تمشي فيه من الخطوه الاولى للخطوه الثانيه لا هيك بدك ترجع فيه رجوع تبلش بالسكند ستيب اوكي ذن موف تو ذا فيرست ستيب يعني اذا بنرجع هون ها اطلعوا هاي هي السكند ستيب اللي هي انتراموليكولار صح ما حد سالني ولا حد يعني انا بعرفش لاحظ انت لما بتعمل السكند ستيب انتراموليكولار مش حكينا انتراموليكولار اردول بتكون 6 ممبر رينج لاحظ انت شو اللي كونته هيات هاي الكالرد اتومز مزبوط مزبوط يعني انت بعد ما تعمل انتراموليكولار بدك تكون الفا بيتا كونجوجيت سيستم معناته اذا انا بدي ارجع رجوع بدي اطلع على الكونجوجيت سيستم تمام يعني بمعنى آخر مش أنا سميت لك هاي الكربون بيتا اللي هون وهاي كربون ألفا هاي الكربون اللي هون صح؟ صح ولما بنعمل إحنا الدول مش قلنا لكم بصير ديهايدريشن يعني إذا بدك ترجع بهذا السؤال هياته هون هذا اللي بيهمني تطلع عليه أوكي؟ يعني كان على الألفا كربون أو أتش وبعدين صار لها ديهايدريشن تمام؟ فأنت إذا بدك ترجع بالسؤال رجوع بدك تقول هاي الدبل بوند اللي كونجوجيتد اوكي انا ليش لانه دائما بعطيني كونجوجيتد بدك ترجع رجوع وتقول لي هاي الكربون هاي الكربون اللي بتوين او هاي الدبل بوند اللي بتوين هاي الكربون وهاي الكربون هي بالاصل كانت او اتش هون وبعدين صار لها ديهايدريشن يعني اذا بدي ارجع على سؤالي انا هذا اوكي بتعمل الليبلنج للتو رينجز صح رينج A ورينج B انت بس بدك تفتح مخك وتمشي معي بصير شطور ما شاء الله عليك بدي اسالك سؤال مش روبنسون انوليشن انت بتكون نيو 6 ممبر درينك مش هذا اللي حكيت لك اياه صح هون رح تكون ايه هي هلا مين النيو رينج اللي احنا كونناها بدك تطلع على الكونجوجيت سيستم فالرينج اللي كونناها نيو اللي هي ايه يعني المركب اصلا في رينج بي من دار ابوه هلا اذا بتطلع على A هاي الكربون اللي عليها مثل هي الفا وهاي الكربون هي بيتا مزبوط مزبوط طيب كيف بدي احل هذا السؤال عند الفا رح يكون H وعند بيتا رح يكون OH طيب ارجعي في رجوع يعني انت بتكسري هاي الرابطه صح بالضبط وبحط الـ H والـ H اكسري هاي الرابطة يعني إذا أنا بدي أرجع في رجوع بقول هاي الدبل بوند إذا بدي أرسمها 6 ممبر درينك أوكي بس أنا بوضح لكم بعض الأشياء بعد هيك بشيل أنا بحكي على رينج A صح؟ هاي عندك هون دبل بوند ما بدي أرسم أنا رينج B هلا مش حاطين إحنا هون هاي الكربون اللي عليها CH3 مش هاي CH3 صح. قبل ما تصير دبل بوند كان هاي عليها ايش؟ H. الاو اتش على الفا ولا على بيتا؟ الاو اتش على بيتا الاو اتش على بيتا يعني كان عندك السيستم مش طبيعي اوكي مش طبيعي كان عندك السيستم على الكربون اللي جنب هاي او اتش في عندنا مزبوط صح؟
مزبوط. مش عملنا dehydration الـ OH وهاي الـ H حطينا دبل بوند. طيب ارجع بيرجوح هذا المركب. هاي قبل ما تكون OH شو كانت؟ O minus. كانت كاربونيل. يعني هاي اللي هون كانت إيش؟ C double bond وهاي الـ OH. بس خلينا احنا نرجع في رجوع. أوكي؟ نشطف هاي الأشياء كلها الخرابيش. صح؟ هلا هاي الكربون ألفا وهاي الكربون بيتا صح؟ أنا رجعت في رجوع هاي الخطوة الأولى بتطلع على هذا الفراغمنت اللي هو رينج A. أوكي؟ طيب هلا هاي بدك تكسرها مزبوط؟ فلما بتكسر الرابطة ألفا وبيتا هاي هاي اللي هون هي بالأصل كانت سي دبل بوند أو مزبوط؟ مزبوط. أنتوا عارفين شو معنى هذا القص اللي هون؟ ليش أنا أخذت هذا الفراغمنت؟ يعني هذا الكونجوجيت سيستم. خلينا نرجع لكم في رجوع. مش انا كسرت الفا وبيتا بالضبط، انا كسرت الفا بدي امشي. هاي بالاصل كانت سي دبل بوند او مزبوط، هاي هي لي البيتا، هذا بحط لكم عليها بيتا. نكمل صح، هاي سي دبل بوند او صح، وهاي عباره عن ايش؟ عن سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3 مش هيك؟ سي اتش 2 سي اتش 3 يعني كأنك أنت كونت تون إنوليت صح، وهذا الإنوليت هو اللي هاجم هاي الكربونيل وسكرت الرينك. فهمتوا شو كيف بدك ترجع فيه رجوع؟ دكتور بتمنى. يعني احنا بنكون ألفا بيتا دبل بوند أوكي، وبنعمل ديهايدريشن بتوين ألفا وبيتا، بس البيتا او اتش هي بالاصل كانت كربونيل عزيزي. هاي اللي هون هاي هي بالاصل كربونيل. فدائما انت اذا بدك ترجع رجوع وتحضر، يعني لما بسالك السؤال عن روبنسون انوليشن بتطلع على الكونجوجيت سيستم. هلا هذا الكونجوجيت سيستم اوكي، هذا هو النيو رينج، اما هاي الرينج بي هي الاوريجينال، يعني موجوده بالمركب نفسه اوكي. فبتكسر الدبل بوند بتحط على هاي الكربون بيتا وهاي الكربون ألفا. قبل ما تكون دبل بوند لازم تكون على البيتا كربون أو أتش مزبوط، وقبل الأو أتش هي كانت كربونيل، لأنه اللي يتهاجم الكربونيل صارت أو أتش. فبتكسر هاي الرابطة من هون، يعني خلينا نكسر لكم إياها هيك مشان بس نطلع بالفائدة للجميع وما حدش يزعل علينا. خلينا نكسر لك إياها. أنا بدي أكسر لك ألفا وبيتا زي ما أنا عامل لك هون، كل هاي الخرابيش بدي أمسح لك إياها. مش غلط إحنا نقعد لنا يعني على سؤال 10 دقايق، بس بالنهاية إنه إحنا نستفيد. تعرف إذا بدي أكسرها كيف بدي أكتب المركب؟ أنا أرسم المركب، هاي الحلقة بي ما عليها أي شيء ولا جرى عليها أي شيء، هي أصلاً هاي بي موجودة بالمركب الأصلي، لأنه أنوليشن بده كون 6 ممبر رينج صح؟ هاي رينج بي تمام؟ هيات ولا عليها إشي. أنا بس بدي أكسر لك هاي الرابطة اللي هي بأي اللي هي بتوين ألفا وبيتا، يعني هاي ألفا وهاي بيتا، بدي أكسر هاي الرابطة. هون عندك سي اتش 3 ارسمها خليها زي ما هي. في عندك سي اتش 2 هيات، هاي السي اتش 2 هيا ترسمتها هون. كمل CH2 كمان، في CH2 هاي CH2 الثاني هياتها هون. هلا هون عندك C double bond O صح؟ نكمل. هلا لما بدك تكسر هاي الرابطة هاي بتتكون CH2 هاي CH3، يعني بتكون هيك عندك المركب مزبوط. هلا هاي بيتا هاي اللي هي هون لازم تعرف ان هي بالاصل هيش C double bond O، أو خليني أضيفها باللون الأصفر مشان تتضح الصورة. أوكي يا صديقي، هاي اللون الأصفر ضبط معنا إن شاء الله. هاي هي بالأصل سي دبل بوند أو اللي على البيتا كاربون، هاي اللي هون هاي البيتا كاربون هياته.
فأنت بتكون هون إنوليت، وهذا الإنوليت هو اللي بيهاجم الكربونيل. مش الخطوة الثانية اسمها intramolecular aldol. أنت حليت هذا السؤال صح؟ معناتها هي الخطوة الثانية. طيب الخطوة الأولى، يلا واحد يجاوبني شو الخطوة الأولى؟ ما هي مايكل أديشن. نرجع في رجوع. أنا بتكون عندي الرينج بي. أوكي وأروح ماشي الأصفر دقيقة يا بنتي بس. ها بدنا نرد نكمل. يعني هاي الخطوة الثانية. أنا رجعت في رجوع. هاي ستيب نمبر وان. هسه هاد بدي أرجع فيه للخطوة الأولى. مين هي الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى اللي بقول لي مايكل أديشن صح؟ طيب هلا مايكل أديشن مش مكون من كونجوجيت السيستم. انتبه، مش مكون من كونجوجيت السيستم ودبل ستيبلايز إنوليت صح؟ هلا وين الدبل ستيبلايز إنوليت؟ معناته أنا لازم أكسر من وين؟ من وين لازم أكسر؟ من عند السي اتش 3. من هون لازم أكسر أنا. لازم تكون هاي السي اللي هي بتوين تو كاربونيل صح؟ فلما بكسر هذا السيستم انت بل عندي لون. خلينا ناخذ رينج اي شو بتصفي. هاي رينج اي، هاي عليها مثل انت كاربونيل، وهاي الكاربونيل الثانية اللي رسمناها باللون الأصفر، وهاي الكربون عليها مثل صح CH3. هلا هاي الكربون اللي هي دبل ستيبلايز إنوليت، يعني بتأخذ الهيدروجين اللي هون. طيب زائد، مش هذا الدبل ستيبلايز إنوليت زائد الكونجوجيت السيستم. طيب شو ضل بالمركب؟ الكل ينتبه، ضل بالمركب هاي الكربون وهاي الكربون وهاي الكربون وهاي وهاي. هذا هو اللي بكون كونجوجيت السيستم. يعني كيف بكون عندك؟ نرسمه هيك. هاي واحدة، هذا هي شيء. نرسم CH2 هاي اللي هون. هيتها هي بتكون إيش؟ هاي دبل بوند O. هاي CH2 هاي CH3 صح؟ بس لازم يكون هذا كونجوجيتد، فبتحط دبل بوند هون. هاي هي الخطوة الأولى تاعت مين؟ تاعت مايكل أديشن. يعني لاحظ أنا لما بكسر الرابط البتوين ألفا وبيتا، أوكي، بوصل للخطوة الثانية اللي هي intramolecular aldol. يعني بعطيك intramolecular aldol product اللي هو هذا. هلا من هون بدك تروح للخطوة الأولى اللي هي مايكل أديشن صح؟ مايكل أديشن بدك تدور على سيستم في double stabilized enolate، والجزء المتبقي بيكون عبارة عن ألفا بيتا كونجوجيت السيستم. يعني هذا السؤال عزيزي بيخليك تحل أي سؤال. هي شو راح تفرق معنا؟ شو بتتفرق معنا بالله عليكم؟ بس يعني الشكل الستركتشر، ولا كلهم زي بعض؟ إذا أنت عارف روبنسون أنيليشن بتكون نيو 6 ممبر درينك، يعني هذا المركب اللي عندي فيه 2 6 ممبر درينك، كيف عرفت انه A هي اللي تكونت و B اللي هي موجودة اصلا بالمركب؟ اطلع على الكونجوجيت السيستم. اكثر من هيك انا جمعت لكم الريكوردينج اوكي لهذا الشابتر او نسميها يونت 1، وأنا أعطيتكم كل شيء بهذا اليونت، يعني ما بخلت عليكم بأي شيء، لأن هذا أهم شابتر، أهم من البقية اللي أنا أعطيكم إياها. أنا بحكي لك كطالب كيمياء، يعني أنا أعطيتك هذا الشابتر بحذافيره أوكي؟ يعني ما خليت أي شيء إلا غطيت لك إياه وغطيته in details. وإذا بتطلع على النوس بتلاقيها organized، يعني إذا بتقرأها ما بتتوه، لأنه very very important chapter، أهم من الكربوهيدرات وأهم من الليبيدز وأهم من الأمينو أسيدز. أنا بحكي للكيميائي أوكي، يعني إحنا عادة بنحكي عن الأمينو أسيدز والليبيدز بنحكي عنها بالبيو كيمستري، بس إحنا بنحط السلايد وبنقرأ قراءة أوكي، وبنقطع 159 سلايد بال 262. يعني إحنا already شوف، يعني يا ابني يا بتتعلم صح اوكي يا ما بتتعلمش. فهذا الشابتر لازم انت كطالب كيمياء تاخذه على اصوله من A إلى Z فعلا.
هذا أهم شابتر بالأورجانيك كيمستري، أهم شابتر. أنا عمالي بحكي لك مستقبلا، أهم شابتر بالأورجانيك كيمستري اللي هو شابتر بكتابك هذا ويد، اللي هو شابتر 22 اللي أنا سميته يونت 1، اللي بسموه البيلدينج بلوكس. يعني بمعنى إذا أنت بدك تعمل سينثيسز يعني you have to have this chapter in mind. هيك احنا منكون انهينا chapter اللي هو الالفا الالفا substitution. و راحين نحكي اليوم شوي ندردش معكم عن الكربوهيدرات، ومحدش منكم خاف والله انه الدكتور حسين تخصصه كربوهيدرات. على فكرة هذول الكربوهيدرات يعني احنا معطيكم يعني general information، يعني احنا ما بنخش يعني in deep بالكربوهيدرات. وللأمانة معظم الناس بزعلوا من الكربوهيدرات لأنه الكيمستري تاعتها is quite difficult. فاحنا فقط راحين نعلمكم أشياء بسيطة. بكرر لا تخافوش من هذا الشابتر كونه ضمن تخصصي. فهذا الشابتر من خلاله وانت بدك تحصل علامات بهذا الكورس. يعني هذا الشابتر الشابتر اللي بعديه تاع الهيتيرو سايكليك انا عملت لك اياه بطريقه برضو ممتازه، يعني اللي نحاول قدر الامكان تلاقي عندك كاي نوتس از ريفرنس. فخلينا نبلش بالكربوهيدرات، وان شاء الله يكون هذا الشابتر يعني عباره عن سويت شابتر بشكل عام. يعني يمكن أنت بتسمع مثلاً كربوهيدرات، شو بيتبادر لذهنك؟ بتقول والله هذه سكريات، صح؟ يعني وخصوصاً تعني نيوتريشن يعني بيعرفوا هذا الكلام. فإذا بدنا ندخل بالجو، أوكي ظل معنا 10 minutes. أنت بالعندي لهون بشكل عام إحنا بنرمز للكربوهيدرات CnH2n، يعني عبارة عن كربون أتوم مع H2 مولكيولز، أو بسموها هيدريت أوف كربون. هلا إذا بتطلع على الستركتشر، أوكي ما في عندي H2O متصلة وين بالكربون، يعني هذا عبارة عن إيش؟ يعني ثيوريتيكال، يعني إذا مثلا معطيك الكربون N6 لازم تقول في 6 H2O مولكيولز، صح؟ هذا حقيقة لا يعني إنه في H2O as true H2O، هو في OH وفي H. عرفتوا كيف هاي الفورمولا إجت؟ يعني اطلع مثلا على هاي C، أوكي؟ زي ما حكيت لكم you will love this chapter، اطلع على هاي الكربون اللي هون، عندها OH وعندها H. هذول الثنتين بنسميهم H2O، لكن هو حقيقة ما في H2O intact. فاهمين شو بحكي؟ فمن هون أجت مسألة H2O. طيب هلأ راحين نتعامل إحنا مع two types of carbohydrates. النوع الأول بسموه polyhydroxyaldehydes أو ketones. هلأ شو معنى كلمة polyhydroxy؟ هلأ poly معناها many، مش هيك؟ صح؟ لما بقولك polyhydroxy يعني في عنده أكثر من OH، ولما بحكي aldehyde عنده اللي هي الformula group، أو بتكون ketone. فراحين نتعامل مع polyaldehydes وعفواً polyhydroxyaldehydes أو polyhydroxy إيش ketones. وأفضل طريقة حتى نتعلم الكربوهيدرات أوكي إنه نرسمها باستخدام فيشر بروجكشن، وأنا بتوقع إنه كلكم بيعرف شو معنى فيشر بروجكشن. فيشر بروجكشن اللي هو الكروس فورمولا، صح؟ إشارة الزائد. وكلكم بتعرفوا إنه كل intersection عبارة عن إيش؟ ذرة كربون. هذا هو فيشر بروجكشن. اطلع، يعني أنا عندي هاي السلسلة، أوكي كم من كربون فيها؟ طلع عليها كم كربون فيها؟ عدهم، هاي واحدة ثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة، يعني ستة. هذا في شر لأنه كل انترسكشن هاي شايفينها تعني CH، أنا اللي حكيت عنها قبل شوي، تمام؟ هذا هو فيشر بروجكشن. طيب هذا اللي عندي لاحظ، هاي OH، أوكي وهاي OH وهاي OH وهاي OH وهاي OH، هذول بنسميهم بولي هيدروكسي. ملاحظين؟ يعني معلش خلينا أعطيكم بال 7 minutes هيئك أنت، يعني لما تطلع على الكربوهيدرات ستراكشر، أوكي يعني you know what's going on. يعني أنا أخذنا مثال هذا اللي هو إيش؟ فيشر بروجكشن. لاحظ OH زي ما حكيت فاستخدمنا بولي. طيب لاحظ الديهايد، هاي هي الالديهايد الفانكشنال جروب. فإذا كانت الفانكشنال جروب
اللي هي الفورمال، هاي بسموها فورمال جروب. شو بسموها؟ فورمال. فإذا كان عندي فورمال جروب، أوكي، هذه تاعت الألديهايد. طيب اطلع على هذا الاستراكشر اللي هون، أوكي؟ ما عندك أنت ألديهايد، عندك كيتون، صح؟ هذا كيتون، سي دبل بوند أو جنبه كربون وكربون. فهذا بنسميه بولي هيدروكسي كيتون، وهذا بنسميه بولي هيدروكسي ألديهايد. فدائما عندك الألديهايد على رقم واحد، أوكي؟ يعني إحنا إذا بنرقم الشين، بنرقمها من الأعلى للأسفل. افهم علي شو بحكي، هذولا كيف بدي احكي لكم، هذولا A B C بايش؟ بالكربوهيدرات كيمستري. فدائما احنا بنرقم فيشر بروجكشن من وين؟ من الاعلى للاسفل. هاي بتكون رقم 2، هاي رقم 3، هاي رقم 4، هاي رقم 5، هاي رقم 6. نيجي هون، هاي 1، هاي 2، هاي 3، هاي 4، هاي 5، هاي 6. واضح هذا الكلام؟ اللي مش فاهم يحكي لي. يعني احنا في فيشر بروجكشن، اوكي، من رقم التشين فروم توب تو بوتوم. طيب هلا كلكم لازم تعرفوا فيشر بروجكشن عباره عن شو. هل هو 2D؟ عفوا 2D ولا 3D؟ فيشر بروجكشن عباره عن 2D. يعني شو معنى 2D؟ اوكي، 2D يعني 2 دايمنشن. شو هم 2 دايمنشن؟ اكس واي. XY no. Two dimension. اطلع على فيشر بروجكشن، اوكي، هذا اللي موجود امامنا الكل يطلع عليه، اوكي. هلا هذا فيشر بروجكشن انت بتشوف نوعين من الروابط، بتشوف هوريزونتال بوند، يعني مثلا هاي السي مع الاو هوريزونتال، السي مع الاتش هوريزونتال، لكن السي واحد مع السي 2 فيرتيكال. فانت 2D المقصود فيها انت بتشوف نوعين من البوندز، هوريزونتال وفيرتيكال. فمين شو بحكي؟ نوعين من البونز، هوريزونتال وفيرتيكال. بتشوف نوعين من الروابط، اوكي، هوريزونتال وايش وفيرتيكال. هذا اللي هو ايش؟ فيشر بروجكشن. لازم تعرف انه الهوريزونتال بوند باتجاهك، يعني سوليد ويدج، والvertical bond away from you، يعني الرابطة between C1 و C2 هي للخلف. انتم ملاحظين كيف؟ هلا الرابطة between C والO للأمام، هذا اللي بيسموه wedge and dash structure. يعني احنا معطيك هذا فيشر projection، لازم تعرف انه الOH هاي باتجاهك، الH هاي بعيدة عنك، اوكي؟ هذا يعني كل شيء لازم تعرفه عن فيشر projection للكربوهيدرات. يعني أنا عمالي بعيد لك يعني جزء من 211. ملاحظين؟ هذا فيشر بروجكشن، هذا الوج داش فورميلا. يعني لازم تعرف الروابط اللي على الهوريزنتال باتجاهك، والروابط اللي بالوسط بعيدات عنك، مشان تقدر أنت تحدد R و S. هلا الكربوهيدرات، أوكي، الكل ينتبه لهذا السفكس OSE. هلا الـ OSE، أوكي، هو السفكس للكربوهيدرات. يعني أنت لما كنت تحكي ألكان، هاي الألكان تنتهي بـ ANE، صح؟ الكربوهيدرات السفكس تاعها OSE، اللي هو OS. لاحظ جلوكوز، فريكتوز، ينتهوا بالـ OSE. أنتم ملاحظين؟ بتمنى الكل يهتم لهاي النقطة. خلينا بس نعرج على الـ قبل ما ننهي على الكلاسيفيكيشن، أوكي؟ في عندنا أكثر من كلاسيفيكيشن، يعني تقريباً 3 different classification how we can classify carbohydrates. بس في نقطة مهمة جداً، بتلاحظ بعض الأحيان بتقرأ بتقول carbohydrates، بعض الكتب بتلاقي سكرايت، بعض الكتب بتلاقي مستخدم شوغر. هذولا كلهم interchangeable terms، يعني the same story، okay؟ يعني sugar، saccharide، carbohydrate، okay؟ the same story. أول classification اللي هو by size. عارفين شو معنى by size؟ يعني عندك نوعين، يعني عندك simple، يعني عندك complex. simple بكون فيه monosaccharide، يعني بكون فيه one sugar. الcomplex لاحظ شو بكون فيه؟ يعني أكبر أو يساوي 2.
يعني مثلا اذا كان في عندك تو شوغرز بنسميه دايساكرايد، الواحد بنسميه مونو. اوكي، هلا اللي بتوين 3 اند 10 لهم سبيشال نيم از اوليغوساكرايدز، واللي في اكثر من 10 اسمه بوليساكرايد. يعني بعض الاحيان وانت تقرا انا متاكد يو ويل جيت كونفيوزد، يعني شو الفرق بين الاوليغوساكرايد وبين البوليساكرايد. هذا هو الكلاسيفيكيشن. اذا عدد الشوغرز اللي موجودين بتشين بتوين 3 اند 10 بنسميه اوليغو، اكثر من 10 بصير اسمه ايش؟ بوليساكرايدز. وهذا عندك كون لاحظ هذا الاكزامبل ام هاي ايات اختصار هي مونوساكرايد يعني وان شوغر. اوكي، هذا اذا بتعمل له هيدروليسيس اوكي بعطيك سنجل شوغر. يعني هون بوضح لك يعني الريليشن بتوين اللي هي البوليساكرايد والمونوساكرايد. لا تضيعوا هذا الشابتر. اوكي، هذا فيري سويت شابتر. الكلاسيفيكيشن الثاني بيعتمد على الفانكشنال جروب. شو الفانكشنال جروب؟ يعني يا بكون الديهايد يا بكون كيتون. ولهذا السبب انا حكيت لكم ارجعوا لشابتر الالديهايد والكيتونز، لانه كل الكربوهيدرات كيمستري اللي في هذا الشابتر مبنيه على شابتر الالديهايد والكيتونز. لاحظ اذا كان عندك الديهايد اوكي، مش حكينا بولي هيدروكسي الديهايد او بولي هيدروكسي كيتون. هلا البولي هيدروكسي الديهايد بيسموه الدوز اوكي، وهذا بيسموه كيتونز. يعني انت لما بتسمع الدوس اوكي شوغر لازم تعرف الفانكشنال جروب هي الديهايد، والكيتوز لازم تعرف انه كيتون اللي فيه. واضح الفكره؟ رقم ثلاث، هلا كمان شوي بدنا نجمعهم مع بعض قبل ما نقلع. رقم ثلاثه الكلاسيفيكيشن بالاعتماد على النمبر اوف كاربونز ان ذا تشين. كلكم بتعرفوا شو معنى تراي وتترا وبنتا وهكسا، مزبوط؟ لاحظ كلهم بنتهوا باو اس اي. يعني لما بتجي كلمة ترايوز لازم تعرف انه هذا الكربوهيدرات فيه 3 شوغر. اذا